8:09 دقائق على FM احلى راديو هذه العبيرة تجيكم انت حتى للتسعة متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو FM ولا على شين FM TV على اليوتيوب. حلقة الجمعة 18 مارس 2022، حلقة الربح 101 اتوال 600 اتوال 1 دياس مع اتصال تونس. معنا حد يروح متغش، هذا الشعار اللي بدينا به وهذا الشعار اللي ان شاء الله باش نكملوا به. كان اسمك خرج في القرعة الاولى نية تكون واحد من الفايزين معنا ب600 دينار كاش، كان اسمك خرج في القرعة الثانية تكون واحد من المتبارين الفايزين على الديجيتال 600 دينار كاش، وكان اسمك خرج في القرعة الثالثة تكون انت سعيد الحظ 50 مليون، اي نعم 50 ألف دينار من اداء اتصالات تونس. حلقة الصراع الصحافة ضد الانستغرام اليوم فرحان برشا اللي رجعت معنا اليوم مريج حمرون. يا عسى مريج، عسيمة وليد، عودة ميمونة، عايشك محسين، صبا صبا الحمد لله في فورما. في فورما حاضر الانتصار على الانستغرام، حاضر ايوا نورنا وجوهنا. فرحان برشا اللي معنا اليوم كالعادة رابحة البارح شيخة عاملة بون كيف انتصرت على العبيد الكل حتى القيدومة. شايمة عسلامة، شايمة نزار، عسلامة وليد، عسلامة إليش، 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 عسلامة لاباس الحمد لله. صحة بخير الحمد لله. صغيرات لاباس الحمد لله. الحمد لله يا رب. يلا نحبك في فورما، ما تعلقش تليفون وقعد معنا. نمشي مباشرة السليانة 50 سنة متقاعد سيلامين سمراني. شعبك سيلامين؟ عسلامة الحمد لله لاباس. عسلامة صحة بخير سيلامين. الحمد لله لاباس. شنو أحوال سليانة؟ الحمد لله لاباس الحمد لله. ماشي الفلاحة، امورنا واضحة السنة ان شاء الله لاباس، ربي يعطينا الخير ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعطينا الخير، امين يا رب. يلا سليمين مدام لميا، سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 أجوبة صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع شيماء ولا مع اريج. نبداو بك انت مدام لميا، 10 ثواني. السؤال يقول سمي لي 3 أنواع متاع فلفل. فلفل الأحمر، فلفل أخضر، فلفل أخضر. لما حالة هما احنا نقصد بقلوتي وكشاوة ذاك، ولكن إجابة ذكية برشا منها. دونك 3 أجوبة صحيحة في 4 ثواني. سلامين أي خويا. أي سلامين، السؤال يقول سمي لي 3 عواصم آسيوية. روسيا، أوكرانيا. عواصم عواصم آسيوية. أي طوكيو. أي روسيا. انتهت التوقيت، انتهت التوقيت. عنا بكين، عنا برشا. يلا ميسيلش إجابة في قداش من ثانية سلامين؟ في 9 ثواني. دونك مدام لميا لك الاختيار، شايمة ولا يريج؟ مرحبا مدام لميا. يا عايشك، يعطيك الصحة. يا عايشك سلامين، مرحبا بكم الكل. عايشك عسلامة سلامين. عايشك يا عايشك. يلا تنطلق المباراة بسؤال الأولوية، سؤال يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو. سلامين ومدام لميا تقعدوا تسمعوا فقط البنات، يديكم على البزر. سؤال يقول شكون البلاد الملقبة ببلد المليون شهيد؟ الجزائر. الجزائر جواب صحيح، تحية للجزائريين اللي تبعوا فينا مساجاتهم كل قاعدين يوصلوا لنا، تحية لهم الكل. به اريش مدام لميا، 30 ثانية مدام لميا. السؤال هذا على نقطة تتشاور انت واريش، تركز تاخو وقتك وتعطيني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول عليا قالت ما نحبش فضة وذهب، أما تحب شنو؟ الاقتراحات نظرة وبسمة وكلمة حب، عشرة وعشق وليالي حب، ولا اسم وجاه وفرحة عمر.
مدام لميا تعرف هالغنية متاع ولايا؟ اي نظرة وبسمة نظرة وبسمة وكلمة حب هكيكة. اي العب يلا اقتراح له نظرة وبسمة وكلمة حب. نظرة وبسمة وكلمة حب. عليا قالت ما تحبش فضة وذهب، ولو اني نستبعد انا انكم ما تحبوش الفضة والذهب. جواب صحيح، نظرة وبسمة وكلمة حب. نقطة مدام لميا، نقطة المدام لميا. مباراة بديت من معهد الصحافة بقوة، دبر راسك. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول شكون الأديب العربي الحائز على جائزة نوبل عام 88؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ سلامينا كيف بشي تخشش معنا بديتها بقوة نجيب محفوظ على غير ما خليت ليش حتى نفس مش تتنفس معناها جاي ما بعد انتصارات شفت كيفاش يلا انتوكا معنا حد يروح متغش الناس قلت روح باللي كادو متاحة مرتبة أولى ومرتبة ثانية يلا مدام لميا 30 ثانية وفسلوك على 600 دينار يا مدام لميا السؤال يقول شنو يعملوا الموظفين الألمان كيف تعجبهم كلمة المدير في اجتماع؟ الاقتراحات يضربوا على الطاولة يعطيوه ورد ولا يصفقوا. مدام لميا عندك فكرة شنو يعملوا الموظفين الألمان؟ لا ما تبيناش من عندك. هو يصفقوا حاجة عادية دونك نتصور كي مش تكون يصفقوا راهي بيج. اها ونستبعد زيدا يعطيوه ورد. انا نقول يضربوا على الطاولة، شنو تقول توافقني؟ نوافقك على ربي. على ربي العب يلا. نوافقك على ربي. شنو يعملوا الموظفين الألمان كيف تعجبهم كلمة المدير في اجتماع؟ احنا في تونس كي تعجبهم كلمة المدير في اجتماع يقول لك غلط في روحه ذي. اما زعم في التصفيق نحن اي ذيك باز يصفقوا دوب ما يخرجوا في البريك ذيك الأولاني حاسيلوا شاورما. الموظفين الألمان يا مدام لميا كيف تعجبهم كلمة المدير؟ ما يعطيوهش ورد وما يصفقوش، يضربوا على الطاولة. جواب صحيح. مبروك عليك. مبروك. 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. مبروك عليك مدام لميا. عايشتي. يلا نخلي لك كلمة الختام. على شكون تحب تسلم مدام لميا؟ نسلم على أختي، على بناتي، على ولدي، على رازي، على الكل شكون اللي يحبوني يقول. وإحنا نسلم فيكم ويكثر خيركم. ونسلم عليك برشا مدام لمية، تحية ليك ولأهلنا. عايشك. أي خاصة منعتنا بالألمان. عايشك. عايشك. سلامين. سلامين. ألو. قانون اللعبة لغالب اليوم ريج كانت أسرع من شيمة ولكن ما تروحش مغشش انتي، عندك بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس. مبروك عليك سلامين. ونخلي لك كلمة الختام، على شكون تحب تسلم سلامين؟ نسلم على عايش الكل ونسلم على زمال الأصحاب والأحباب ونسلم عليكم ونزيد ربي معك. ربي فضلك سلامين. مرسي بوكو. مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار اتوال 600 اتوال 1 دياس هي ثنية الكفر اللي فيه 50,000 دينار. القرعة باش تكون في شهر رمضان المعظم إن شاء الله، نعرف شكون الفائز وشكون اللي باش يفرح بالخمسين مليون. ثنية واحدة كما قلنا اتوال 600 اتوال 1 دياس. قد ما تشارك قد ما تكون حظوظك اوفر بالفوز بالخمسين الف دينار. ترتاح صغيرة مع البيب، راجعين. ثمانية وخمسة وعشرين دقيقة، هذه العبية ما زالت متواصلة حتى للتسعة متاع الليل. ثنية ربح واحدة اتوال 600 اتوال 1 دياس، اتوال 600 اتوال 1 دياس. تنطلق الروندة الثانية مباشرة من لافايات، بلاصة الفنانين لافايات. يلا مدام هدير حي، مش عارف مدام هدير. مرحبا. عسلامة. شو أحوالك مدام هدير؟ الحمد لله. صحة بخير؟ الحمد لله. يفضلكم يا عيسى. حاضرة في فورما إن شاء الله. يا إن شاء الله. يلا هودي ما تعلقش تليفونه، قد معنا نمشي للمحمدية. 47 سنة، تاكسي سياحي. سي شكري شاوش. عواك سي شكري. عسلامة. صحة بخير.
الحمد لله الحمد لله. صغيرات لباس في بالي فما فما شكون فوسكا بحذاك اليوم؟ اي فما ليت كيف العصفورة توصل لي كل شيء. يلا سي شكري مدام هدي باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار. يلعب مع شيماء ولا مع إريج؟ نبداو ليديز فيرس هكا تقول. أيوا مدام هدي نبداو بك أنت 10 ثواني سؤال يقول سمي لي ثلاثة فنانات توانسة. نوال غسام، صوفيا صادق، امينه فاخت. امينه برافو. ثلاثه اجوبه صحيحه في قداه؟ ثلاثه ثواني. ثلاثه ثواني ثلاثه اجوبه صحيحه. سي شكري ايه على حضرك الفوسكا لازم تكون فوسكا خويا الحقيقه. مغروم مغروم بإي اف ام انت تبع إي اف ام شويه. السؤال يقول سمي ثلاثه برامج في إي اف ام. ثلاثة برامج إي إف إم ثم سبور إي إف إم. هاي العب يالا العب يالا الفوسكا جاتك مخرة ما منعتك كان ما قالت لكش العب يالا اليوم أنا نتغشش. ها منعتك ما أنا مشارك في برنامج وما تسميهش. يلا ميسيل سي شكري مدام ودي لك الاختيار. إريج وإلا شيماء؟ شيماء شيماء. عسليمة عسليمة يا شيماء. مرحبا سي شكري. سي شكري مع إريج ننطلق الروندة الثانية بسؤال الأولوية يا عندك يا عندها. البنات يديكم على البزر. سي شكري ومدام ودي تقعدوا تسمعوا فقط. السؤال يقول شنو اسم بو حنبع؟ أميلكار. أميلكار جواب صحيح. برافو إريج. برافو يا إريج أميلكار. يلا سي شكري. آية سي شكري 30 ثانية سؤال على نقطة تتشاور أنت وإريج وتعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول وين ما يلزمش تتحط البيانات الشخصية في السيرة الذاتية؟ الاقتراحات إيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة المملكة العربية السعودية وإلا ألمانيا وتشيك وكندا. سي شكري عندك فكرة وين ما يلزمش تتحط البيانات الشخصية في السيرة الذاتية؟ في إنا بليد معناها إيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة المملكة العربية السعودية وإلا ألمانيا وتشيك وكندا. الحقيقة أنا نمشي أكثر في الاقتراح الأول. يلا سي شكري إريج قالت إيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفوسكا قالت ألمانيا وتشيك وكندا. مع الفوسكا ولا مع إريج؟ هاي مع إريج. مع إريج. إريج اختارت إيرلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولو أنه بنتك بحذيك سي شكري هكا ولا إيه؟ أي بنتي. بنتك بحذيك اختارت ألمانيا وتشيك وكندا عاونتو بقلب. ولكن سي شكري تبع إريج والجواب صحيح. برافو إريج. منعتنا إريج. ريت ساعات راهو القرايه خير من الفوسكا ساعات. مش ديما بالحق. يلا نقطة لسي شكري مازلنا صفر من النقاط المدام هدي. سؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول شنو اسم البوندا شاب العربي؟ وصل شراء. وصل شراء. شبيها اليوم شيماء شوفولها شوفولها حاشا فيقوها ديخة طفلة. جواب صحيح وصل شراء. لبس جيبولها شوية زهري زهري بي جيبولها شوية زهر. يلا سي شكري سي شكري طيب نسمع فيك. سي شكري ولا خلنا نتفقدوا مدام هدي. مدام هدي وي شيماء ما فهمتش بها اليوم مستانسه تعرف. نقول لك حاجه
شيماء مستانسة موسونوز باتوز. اليوم ماناش فاهمين شنو هو المشكلة اللي عندها، عاطفية مالية اجتماعية، ماناش فاهمين شنو هو المشكلة متاعها. يا هوديت من بعد لونتين لازمنا نعملوا معها. عندي ما نقول لك كل بيت مش مشكلة، المهم كل بيت. وانتي اوتوكا ما تروحش متغش حتى كان فاز سي شكري، تروح كان فرحة. يلا سي شكري اريج 30 ثانية، سؤال على 600 دينار كاش. السؤال يقول باش يتميز عسل الكوربيت زولو الايطالي، الاقتراحات مذاقه مر، لونه احمر غامق، عنده مدة صلاحية قصيرة. سي شكري عندك فكرة العسل هذايا باش يتميز؟ لا ما عنديش الحقيقة، حتى انا ما عنديش فكرة، اما نستبعد الاقتراح الثالث ما نتسوق، خاطر العسل ما عندوش مدة صلاحية. نعرف شنو تختار انت، لونه احمر غامق ولا مذيقه مر؟ العب يلا سي شكري، هي عملت اليمينيسيون الاقتراح، عطيني اللي بتجاوبني هي وفات توقيت سي شكري. ثانية لونه أحمر غامق باش يتميز عسل الكوربيتزولو الإيطالي بين مذاقه مر، لونه أحمر غامق، عنده مدة صلاحية قصيرة. استبعدت مدة صلاحية قصيرة، قلت العسل ما عندوش مدة صلاحية. سي شكري قعد بين زوز اقتراحات، اختار لونه أحمر غامق، للأسف جواب غلط، هو مذاقه مر. ماذا قلت؟ يلا ميسيرش، مازالت مباراة متواصلة، شانس أخرى لمدام هدين، إن شاء الله شيء ما تفيق. السؤال يقول شنو بالدارجة يتسمى اللي فيق ناس للسحور؟ بوت بيلة. جيب شي فيقك ها صحيح، ها هتو بالطبيل تو ها بشي فيقك يا شيء. يلا مدام هدية فيق الديناصور أوفاق. يلا 30 ثانية باش تعدل النتيجة يا مدام هدية. السؤال يقول وين موجودة بطحاء رمضان بي؟ الاقتراحات رمضان بي، تونس المدينة، مجويل فيل، ولا حلق الواد. مدام هدية عندك فكرة وين موجودة بطحاء رمضان بي؟ تونس رمضان المدينة بي لا ما عنديش وين بطحاء رمضان بي. تونس المدينة مدام هدية، مش مجويل فيل ومش حلق الواد، واحدة نهج البيشة جو بونس. أنا معك، أنا عندي ثقة فيك يا شايمة. تونس المدينة تونس المدينة. بطحاء رمضان بي ما جيش في متويل فيلا، ما تركبش بطحاء ما جيش، اه خاطر بطحاء ما جيش جي غازون غادي فهمت. وين موجودة بطحاء رمضان بي بين تونس المدينة متويل فيلا حلق الواد؟ اخترتو تونس المدينة والجواب صحيح. برافو نقطة، برافو نقطة التعادل بين مدام هدي وسي شكري 1-1. فاقت الأستاذة بعد نوم عميق سوبيت عميق. يلا سؤال الأولوية، سؤال اللي بشفصل المباراة، سؤال البراج، هذا سؤال البراج. إذا كان واحدة من البنات خذت الأولوية وجاوبت بالصحيح المتبري اللي معاه يكون هو الفائز، إذا جاوبت بالغلط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز. السؤال يقول على شنو كانوا ناس بكري يقولوا سبيسيرية؟ فارماسي. جواب صحيح صيدلية. برافو أريج. آية سي شكري إيه 30 ثانية شكري، يفصلوك على 600 دينار، كان جاوب غلط اوتوماتيكمون مدام هدى تكون هي الفائزة. حاضر قول لك الفوز كتركز توا عاد خلي تعاوننا، ما عادش عندنا شانس أخر. السؤال يقول بشنو الذوق الفراشة؟ الاقتراحات بساقها، بلسانها، ولا بجناحها؟ شكري عندك فكرة بشنو تذوق الفراشة؟ سيقها، جناحها، ولا لسانها؟ انا نمشي ما بين سيقها ولا جناحها، انت شنو تقول؟
سي شكري. قول بجناحة ولا بسيقها؟ خمسة أربعة ثلاثة. بسيقها جواب نهائي. بسيقها. بشنو هو الذوق؟ بشنو هو الذوق الفراشة؟ بسيقها بلسانها ولا بجناحها؟ الفوسكة اللي بعدها سي شكري اختارت بسيقها، وسي شكري تبعها وقال بسيقها، والجواب صحيح. برافو برافو، مبروك عليك 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. مبروك عليك سي شكري. على شكون تحب تسلم سي شكري؟ اي الله نسلم عليكم انتم في الاستوديو كله. عايشك نسلم على العائله الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك. ان شاء الله رمضانكم مبروك، ونسلم عليك برشا سي شكري. مدام هدى ويفه الله غالب اليوم، ريج كانت اسرع كانت لبنه سريعه اليوم، ولكن ما تراحش متغشى. بوندا شقيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس. مبروك عليك مدام هدى، ونخليو لك مود لافان. علاش كنت حاب تسلم؟ سلم على عائلتي الكل، وعليكم انتوما، ويعطيكم الصحة وكذا. واحنا نسلموا عليك برشا، مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من اهداء اتصالات تونس. اتوال 600 اتوال 1 دياس، هي ثنية الربح، هي ثنية المشاركة في العبيلة، هي ثنية الكفر فار اللي فيه 50 مليون، نعم 50 ألف دينار من اهداء اتصالات تونس. تستنى فيكم في شهر رمضان العظيم. يلا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى، رجعين. ثمانية 46 دقيقة علي في محل الراديو، مازلنا وصلنا معكم في ربع ساعة الأخير من العبية لثنية الربح. كما قلنا واحدة هي اتوال 600 اتوال 1 دياس، اتوال 600 اتوال 1 دياس، هي اثنية 50 مليون، نعم 50 ألف دينار من هدي اتصالات تونس. يلا نبدأ المباراة الثالثة، الروندة الثالثة مباشرة من المونستير. 42 سنة سي محمد بن عمر. سي محمد مرحبا. لباسي محمد؟ الحمد لله، صاحب خير صغيرات لباس. عايشك وبيك. اي وبيك عايشك يا سي محمد. المهم تبدا امورك واضحه انت ان شاء الله. ان شاء الله في فورما وحاضر للمباراه. والله ان شاء الله. ما دب دينا بضحكه، امورنا واضحه. ربي يستر. يلا سي محمد حضر لي روحك، ما تعرفش تليفون، نمشيو للسوسه. 48 سنه سي مهدي زويري. شحالك سي مهدي؟ مرحبا. اهلا بكم. لباس سي مهدي؟ الحمد لله. صاحب خير على داس. حاضر للمباراة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا سي مهدي سي محمد، 10 ثواني، 10 ثواني، اللي يعطيني 3 أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار. يلا مع إريج وإلا مع شيما. نبدأ بك أنت يا سي محمد. السؤال يقول سمي لي 3 أشهر هجرية. ربيع الأول، ربيع الثاني، ورمضان. رمضان. تفرج وصعها في ثانيتين، زوز ثواني، سرعة في الانجاز مع سي محمد. به يا سي مهدي المهمة صعبة. اي ما شو كيفاش يقولوها، المستحيل ليس تونسيا يا سي مهدي. ان شاء الله صحيح. خليك متفائل يا سي مهدي. السؤال يقول سمي لي 3 أعياد دينية. عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوي. الآن اللي عملتها كنت باش تكسر الركورد. عملتك الآن 4 ثواني في 4 ثواني سي مهدي، ولكنك الآن ذيك هي اللي هلكت لنا الدنيا الكل. ما يصيرش، هو سؤال جوست باش نختاروا بيه ليزيكيب. يلا سي محمد لك الكلمة. شيماء ولا ريج؟ مرحبا سي محمد. مرحبا بك. شيماء سي مهدي. يلا ننطلقوا في المباراة، ننطلقوا في المباراة مباشرة بسؤال الأولوية، سؤال يهم البنات اللي موجودين بحذانا. سي محمد سي مهدي تسمعونا فقط البنات، ديكم على البزر. السؤال يقول برنامج نهج تريبيونال بصوت شكون؟ محمد محمد السياري. تحية للعظيم محمد السياري اللي قاعد يعمل في ديرو كور الحقيقة. ونعطيك معلومة يخوف. اي تخاف من حق تسمعها في الليل وانت مروح في ثنية ظلام، تخيلهم الكل هذوك الأشباح في دار
وسيرتو كي يحكي لك على جريمة في هكا في بلاصة في اسكتلندا ولا في مدام لورانس قتلت مسيو باتريك وعيش اللحظة. برافو لمحمد ونهج التريبيونال محمد سياري هو صوته اللي قاعد يقدم به في نهج التريبيونال. برافو عريش. دونك سي محمد هكا ولا اي سي محمد مرحبا. 30 ثانية سي محمد سؤال على نقطة تشاور انت وإريش تعطيني الجواب النهائي قبل ما يفهى التوقيت. السؤال يقول شنو الحاجة اللي كانت تتباع في هولندا في القرن 17 أغلى مذهب الاقتراحات؟ حرير، دودة القز، زهور التوليب، وإلى النفط. سي محمد عندك فكرة؟ ما عنديش فكرة، ما نصور زهور يا زهور تريب يا حرير. حطينا معك يا الاقتراح الأول يا الثاني، ما في شنو نمشيه نمشيه زعما نشوف نتبعك انت المرة انا مانيش متاكد اما باش نقول زهور التوليب. معقوله وسي محمد شك فيها من الاول هكا ولا ديريكت شكيت في زهور التوليب مغروم بالنوار ولا شوي شوي مش برشا ما تهديش النوار في بدنا هذه وما صحيح خاصه عيد الزواج نتصور تهدي نتصور والله انا دي بنت اما هي رمزيه برشا الزهور حاجه قيمه برشا صحيح رمزيه ورمزيتها في النقطه جواب صحيح زهور التوليب يعطيك الصحه برافو نقطة زهور التوليب كانت أغلى مذهب معناه واحد عنده جنينة معناه عبارة عنده مين دور ها والله واحد كان في بيل وقت ما يرجعوا زعما كيكا أنا شوية هكا شوية أشجار مثمرة به نقطة لسي محمد مازلنا صفر من النقاط الشيمة اللي باقي في سبات عميق. سؤال الأولوية مرة أخرى السؤال يقول شكون التونسية اللي تتسمى الساحرة؟ مغنية بالنعمة عليا عليا جواب صحيح برافو شيماء يا سي مهدي 30 ثانية باش نعدلوا النتيجة يا سي مهدي هب تركيز تام خذ وقتك السؤال يقول شنو هو الخضرة اللي تتكون تقريبا من 96% ماء الاقتراحات الخيار القرع وإلا الطماطم مهدي شنو الخضرة اللي تتكون تقريبا من 96% من ماء خيار وإلا القرع وإلا الطماطم شو تقول الطماطم حطينا نقول طماطم عرش خيارة بيه قول الطماطم الطماطم علاش ما تكملهمش 30 ثانية مزروب علاش ما حكينا سألته أنت الخيار وطماطم طماطم خضرة غلة غلة أنا جاوبت عليها غلة المرة اللي فاتت تفكر يعني قلت لك حتى أنا طماطم غلة تتفكر كي جاوبت أنا طماطم غلة الجواب غلط للأسف هي الخيار الخيار نورمال علاش قلت لك علاش ما خذيتش وقت 30 ثانية تعاود تقرا السؤال شنو هو الخضرة الخضرة نحكيو على الخضرة دونك بين الخيار عدي لي اليوم مش مشكل فايدة سي مهدي عدي مش احنا يلا ميسيرج مازالت المباراة متواصلة سؤال الأولوية مرة أخرى السؤال يقول الحمامات تبع أي ولاية؟ أنا نابل نابل صحيح نابل يا سي مهدي هاي ديركة الموقف هاي شو السؤال هذا نجم نعدلوا به النتيجة ضيعنا فرصة ما لازمش نضيعوا الفرصة الثانية السؤال يقول شنو الحاجة اللي تصنف من البقوليات من بين الاقتراحات الفول السوداني الكستيناء وإلا الفستق مهدي ايه
هيا ركزوا المرة دي. شنو هو الحاجة اللي تصنف من البقوليات من بين الفول السوداني، الكستني ولا الفستق؟ الكستني. الكستني. صلحوا لي الشكل العادي. الفول السوداني. الفول السوداني. أنا قل فول السوداني. وإلا الكستني وإلا الفستق. انتهى التوقيت. أنا بدي والله. يلا انتهى التوقيت مهدي. الفول السوداني اخترت. فول من البقول. البقوليات. شنو الحاجة اللي تصنف من البقوليات من بين الفول السوداني، الكستني، قريتها صحيحة كي سي بون راضين عليا، والفستق؟ هي الكستني. الكستني كلي تبدا قشرتها هكا مارون يبسم البارد. كست كلي تقام هكا يشوي فيها في الشارع فغوي سايك كيما البوفريو تشبه للزوزة مش البوفريو تشبه للزوزة. اخترتوا الفول السوداني والجواب صحيح. برافو نقطة. برافو نقطة لسي مهدي، نقطة لسي محمد. باش نمشيو للكيستيون باراج مرة أخرى. الكيستيون باراج، السؤال هذا إذا واحدة من البنات خذت الأولوية جاوبت بالصحيح المتباري اللي معاه يكون هو الفائز ب 600 دينار، إذا جاوب غلط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز. معنا شانس أخرى، نحب تركيز تام. البنات يديكم على البوزر. سؤال الأولوية، السؤال يقول جزيرة تايتي تتبع نهاية بلاد. نزلت ما انتهى التوقيت. فرنسا. فرنسا والله كنت شنقول والله حتى انا تجاوبت عليهم. فرنسا. يلا سي محمد. سي محمد. وي يلا سي محمد 30 ثانية يفصلون على 600 دينار كاش، إذا جاوب غلط اوتوماتيكمون سي مهدي يكون هو الفائز. السؤال يقول أن هي البلاد اللي يعملوا فيها مهرجان بوفي القردة؟ اقتراحات، الهند، رومانيا ولا تايلاند؟ سي محمد بوفي متاع القردة. رومانيا. لا نختار انا اونتر الهند وتايلاند. هي تايلاند. حطينا موافقتك، شنو تقول انت، الهند ولا تايلاند؟ اون برينسيپ مارجان تو تايلاند. باش نتبعك. لا انت عندك فكره؟ والله لا عندي فكره، ذيك علاش باش نتبعك انت. معناها سي محمد يشدوا القرد، قال لك بعد هكا كورونا وبعد جينا ها هذيك المشكله وين هي؟ كل مره انا نسمع غريبه معناتها. قال لك عندهم بلا مخ القرد والله وغالي برشا راه بحق. انا نصور تايلاند. تايلاند. صحيح انتهى التوقيت. اخترت تايلاند. انتهى التوقيت. البلاد اللي يعملوا فيها مهرجان بوفي القرده لنودكم لنشاهيكم بين الهند رومانيا تايلاند. اخترت تايلاند والجواب صحيح. مبروك عليك 600 دينار كاش من هدية سلات تونس. مبروك عليك سي محمد ومحلى ضحكتك. يلا سي محمد على شكون تحب تسلم؟ هاي على شكون تحب تسلم سي محمد؟ الله نسلم على مرتي وعلى ولدي الهادي ولدي بيرم وعلى بابا، ونسلم على زهرة وعلى زرة وعلى هريج وشيمة ربي يخليك. تحية ليك والأهل الكل. ما تنساش تشري الورد للمدام. تشوليب لازم تشوليب. مبروك عليك سي محمد. سي مهدي مبروك عليك انت زادة بوندا شاقي 100 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك سي مهدي. ونخلي لك كلمة الختام عشان كنت حاب تسلم. نسلم على عائلتي كل مرتي وولادي والوالدة واختي واخواتي كل اخويا في عمان واخويا في قطر. تحية ليهم عايشكم. ربي يخليك يا سي مهدي. تحية ليهم الكل مواطنين بالخارج. الفايز معنا في ديجيتال البارح نادية الأحمر من بنزرت. مبروك عليك 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. ريش حمروني ميرسي بوكو. شايمة لازهر ميرسي بوكو نورتوني اليوم. عزة تويتي في الإخراج تحية ليك. زهرة في الإعداد، درة في الإعداد تحية كبيرة ليكم. إيمان ويام سفيان يا فام تي في إيكيب ديجيتال تحية كبيرة ليكم. نتلقاو إن شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت. رخصة يا ناس كل بويكاند باي.